رحلة نزوح الفلسطينيين في غزة لا تتوقف، وكثيراً ما تعيد بعضهم إلى نقطة البداية. محمد أبو شباب وأفراد عائلته، وبعد أن انقطعت بهم السبل لإيجاد ملجأ آمن، قرروا العودة إلى الديار في خان يونس جنوب قطاع غزة، وتحويل ما أمكن من أنقاض بيتهم المدمر إلى مأوى لهم. كان بيت قبل بس لقيت ركام زي ما انت شايف، ما ضليش نعيش فيه، عبارة عن شوية زنقور شوية خشب. انتقلت من 4 أيام لهنا منزلي، وقاعد بنظف حاليا، فبشيل أنا الركام كله وبطلعه برا. كركب الأمور مكركب، ما كنا حياتنا زي هيك، بس الحمد لله رب العالمين. الكثير من المنازل التي دمرت في خان يونس أصبحت تشكل خطرا كبيرا على حياة أصحابها، الذين عادوا في صدمة بسبب الدمار الهائل الذي لحق بالمدينة عقب التوغل البري الإسرائيلي وحول المنازل إلى حطام. خطر لم يمنع محمد دولو من افتراش الركام واحتضان بقايا الذكريات برفقة زوجته الحامل وأطفالهم. عيشة في النقية في يعني لا تطاق، فقلت أخاطر في حالي أرجع على البيت وأعيش أنا والعائلة تبعتي هنا في البيت. وأنا ما كان آمن، فكله مش أمان، لا ندفع أمنا خلاص، بما إنه فيش أمان بدأ عاد في المكان هذا وخلص، لحنا هيك ميتين. القصف الإسرائيلي العنيف على خان يونس منذ ديسمبر الماضي دمر البنية التحتية وشل كل مناحي الحياة، بعد أن توقفت كل الخدمات عن المدينة دون وجود للبلديات أو الخدمات الحياتية في تلك المدينة. خان يونس بتقدر تقول 90% دمار، بنية تحتية ومباني ومؤسسات وكل الدنيا عندنا في خان يونس، يعني حياة مش طبيعية، يعني بتشرب مية وانت خايف تستعمل المية وانت خايف تستعملها، يعني المياه الجوفية اجت على بعض، بس بدنا ماي. ولأنه لم يعد هناك مكان آمن في غزة، يفضل كثيرون العودة إلى بيوتهم المدمرة على الاستمرار في رحلة النزوح القاسية التي بدأت منذ 7 أكتوبر. لقناة الحدث، محمد عوض،